أسوأ حاجة ممكن حد يعملها هي الأفورة أو الثقة الزايدة عن اللزوم، وهو ده بالضبط اللي عمله حارس المرمى اللي هنشوفه دلوقتي. بصراحة هل المسؤولين عندنا مأفورين؟ طيب الثقة بالنفس مطلوبة، شيء أبجدي مطلوب، إنما في الآخر نقول نوع من أنواع الرعونة، وإن أنا ما أقدرش قيمة الخصم بتاعي، وإن أنا ما أختارش الخصم بتاعي، وإن أنا ما أختارش الوقت المناسب لمحاربة هذا الخصم، هذا هو نوع من أنواع الرعونة. وللأسف الشديد إحنا عندنا بعض المسؤولين اللي هم فيهم هذه الرعونة اللي إحنا شفناها الوقت على الماتش. دكتور صلاح، بمناسبة